أما الآن فلننتقل إلى المشهد السياسي مع زميلتي جوزيفين. جوزيفين مساء الخير. مساء الخير داليا. شو يعني للأسف لحد هلأ ما في ولا خرق إيجابي لا بنأمن ولا بالسياسة، بس خلينا نشوف. يلا بنتابعك، تفضلي. مساء الخير. في المشهد اللبناني عنوانان أمني وسياسي، في الأمن تصعيد واضح من حزب الله حيال زيارة الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين الأخيرة، والتزام دولي بدعم الجيش اللبناني عتادا وعديدا وتأمين الاحتياجات المختلفة له. ففي معلومات الجديد عرض قائد الجيش على جوزيف عون في لقاء روما مع قادة الجيوش البريطاني والإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي خطة أعدتها قيادة الجيش لزيادة قدرات المؤسسة العسكرية عتادا وعديدا ليكون جاهزا عند أي تسوية سياسية مقبلة توافق عليها القوى الداخلية قبل الخارجية. وفي المعلومات أن قادة الجيوش الذين اجتمعوا مع عون أبدوا التزامهم بالمساعدة لتنفيذ الخطة على مراحل عدة تزامنا مع تطورات على الساحة اللبنانية ووفق قدرات الدول المانحة. هذه الزيارة وخطة قيادة الجيش وضعت في أجوائهما رئاسة الحكومة. سياسيا يحرص تكتل الاعتدال على رفض الكلام عن إجهاض مبادرته، متحدثا عن جولة ثانية سيقوم بها وفي مقدمها لقاء مع الرئيس نبيه بري في اليومين المقبلين للبحث في آلية ترجمة عناوين المبادرة في مجلس النواب. اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان أن كتلة الوفاء للمقاومة قد بقت البحص مرة لكل المرات. مرشحنا الأول والأخير والنهائي هو رئيس تيار المردة ولا مجال لأي بحث آخر. وهكذا أسقط محور الممانعة محاولة تكتل الاعتدال الوطني ومحاولاتنا جميعا إنهاء الشغور الرئاسي. والأسوأ مما تقدم، أضاف جعجع، أن هذا المحور يعطل على خلفية أنه لم يتمكن منذ أكثر من سنة وأربعة أشهر من تأمين الأصوات اللازمة لإنجاح مرشحه الرئاسي، وهو من هذا المنطلق يستمر في عرقلة الانتخابات مراهنا على تعب الجميع وتسليمهم بانتخاب فرنجي رئيسا للجمهورية، وهذا ما لن يحصل هذه المرة. ورأى جعجع أن مبادرة الاعتدال الوطني أدت إلى حشر الممانعة لدرجة أن مصادرها اضطرت لتكرار مقولتها المعروفة في أكثر من وسيلة إعلامية اليوم بأنها تصر على انتخاب رئيس يحمي ظهر المقاومة، وعلى طريقة من فمك أدينك أدانت الممانعة نفسها للمرة الألف بأنها المسؤولة عن الشغور الرئاسي عبر رفضها الآلية الدستورية التي تنص عليها على جلسة مفتوحة بدورات متتالية وإبقاء البلد مشرعا أمام الشغور والفوضى الدستورية والانهيار المالي وعدم الاستقرار السياسي. عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب سجي عطية يؤكد من برنامج الحدث أن مبادرة الكتلة لم تسقط وأنها ستنتقل إلى المرحلة الثانية بلقاء مع الرئيس نبيه بري سيحدد في اليومين المقبلين للبحث في الآلية بعد الاتفاق على المضمون. الحزب بالشكل ما عطي أي أجوبة بعد بالمضمون، قال أنا بدي ناقش بالشكل. أكيد رئيس بري هو المسؤول المباشر عن الحديث معه لأنه باعتباره هو رئيس المجلس، وإذا بدك هو اللي عطى الزخم الأكثر للمبادرة تبعنا وعم بيواكبها، وما اليوم والتاني احنا بدنا نحاول نلتقي كمان لنرجع نفوت على الجولة الثانية. نعم. من البحث بالشكل، نقاط المكان، القضايا اللوجستية، التفاصيل هيدي وضح لنا اياها الرئيس بري. بدنا نشوف اليوم كيف المرحلة الثانية بدنا نبلش نحن وياه فيها. جدد المطارن الموارنة خلال اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي رفضهم القاطع زج لبنان في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، كما حذروا من مغبة ربط النزاع الحدودي الجنوبي بتسويات تمس سيادة لبنان وثرواته النفطية والمائية وما يعود إليه من حقوق جغرافية. وأكد المطارن الموارنة وجوب المسارعة إلى ضبط الوجود المتفلت للنازحين السوريين وأخضاعه للقوانين اللبنانية، معتبرين أن الخطر بات يدق أبواب هوية لبنان وعيشه المشترك معا. يجدد الآباء رفضهم القاطع زج لبنان في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية التي نأت الدول العربية جمعاء عن نيرانها، ويطالبون الأطراف المحليين المعنيين
بإبعاد الأذى الذي يعانيه أهلنا في الجنوب على اختلاف انتماءاتهم الدينية والسياسية. يحذر الآباء من مغبة ربط النزاع الحدودي الجنوبي بتسويات تمس سيادة لبنان وثرواته النفطية والمائية وما يعود إليه من حقوق جغرافية، ويلفتون نظر أفرقاء الخارج تكراراً العاملين على هذا الصعيد إلى أن أي تفاوض لبناني في هذه الشؤون يعود إلى رئيس الجمهورية، وأن ذلك يخضع لتجميد حتمي حتى انتخابه. شيع حزب الله وأهالي مدينة بنت جبيل بمأتم حاشد قبل ظهر اليوم الشهيد حسين علي حميد الذي قضى مساء الاثنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزله في بنت جبيل، وشارك في التشييع فعاليات المنطقة وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي الذي هاجم في كلمته المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان أموس هوكشتاين. يطالعنا الموفد الأمريكي بالقول، بيقول إن حصول الهدنة في غزة لا يعني حصولها في لبنان، ويقول بأنه يعمل على ذلك، يعني بيعمل لحتى يهد الوضع عنا. نقول له إذا كان قصدك أن تهددنا وتخيفنا فنحن قوم لا نخافكم، نحن قوم لا نخافكم ولا نخاف أساطيلكم ومدمراتكم، ولا تنفع معنا التهديدات. نعم، وإذا كنت تريد أن تمن علينا بوساطتك المزعومة فنحن بحمد الله تعالى وبفضله نعيش في أرضنا وفي بلدنا وننعم بحرية وكرامة وعزة بدون منة من أحد في هذا العالم. من برنامج هنا بيروت، كشف مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات رفيق نصر الله عن سلسلة أسئلة طرحها الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين على من التقاهم في لبنان، كان يطلب من خلالها ضمانات لتطبيق 1701 وفصل جبهة الجنوب عن جبهة غزة. أول شيء طلب فصل ما يجري بين هون وبين غزة، قالوا له ما تكمل، في قرار هيدا محسوم لا فصل ما بين هون وغيره. اثنين، شو اللي طلبه هو؟ هل هناك إمكانية لوقف إطلاق النار ولو استمر الوضع بغزة مثل ما عمال يقول لك؟ قالوا له لا. طيب، هل سيتوقف الحزب إذا توقفت بغزة؟ قالوا له رئيس بري أكد له إنه إيه بيوقف إلا إذا إسرائيل قامت بأي اعتداء، مثل ما الإشارات اللي عم تجي أنه نتنياهو بده يخلي جبهة لبنان ولو مشتعل قليلا لحتى يستمر. ليش؟ لأنه في حكي كمان على أنه مفاوضات 1701 بدها تتم على وقع النار، على إيقاع النار، تحت قبضة النار. وفي جديد العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وفي معلومات الجديد يزور وفد من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد الرئيس ميشيل عون في الرابي غدا صباحا. ومع هذا الخبر نكون خلصنا الفقرة. شكرا لك جوزيفين.